العملية وخاصة في الجهة الشمالية الشرقية توسع الكبير لحد سكنات موزة بجميع السياق ومقدرة بأكثر من 1200 مسكن. كاين 180 مسكن غادي يزيد في التلامات ديال السوسيال. أي قلت سيد الوالي أنه لا يوجد مدرسة ابتدائية في هذا التجمع السكني حيث أقرب مدرسة من هذا الحي تبعد بحوالي 1 كيلومتر. بالرغم من وجود موقع مخصص لهذه المدرسة الابتدائية بمساحة شغل الأراضي مساحتها مقدرة ب 2564 متر كار. ونقطة على النقطة الثانية سيد الوالي، لقد اعتمد السياسة العامة للدولة وانتهاجها لحياة الاستثمار بجميع أنواعه في ظل الأزمة المالية التي تتخبط فيها الاقتصاد الوطني أن الحكومة تحط دوما على تشجيع الاستثمار المحلي، إلا أن الإدارة المحلية ما زالت تعتمد على الطرق البدائية في معالجة مكافأة الاستثمار، وخاصة المديرية المكلفة بتحويل البناء وتقاعسها في تسليم رخص البناء في هذا المجال. كما نفيد اتفاق السيد الوالي أن صاحب المركب السياحي الملك إبراهيم قد أودع طلب رخصة البناء وإتمام إيجاد مركب سياحي ملك إبراهيم بوجار منذ أكثر من 6 أشهر، إلا أن مديرية البناء والتعمير تتحجج دائما بحجج ضعيفة هدف عقد المشروع. أخ نائب لطفي، نوع الاستثمار تاع الأخ عنده مركب سياحي. مركب سياحي؟ عنده مركب سياحي بوجار. والتعمير تتحجج دائما بحجج ضعيفة هدف عقد المشروع، وكان عليها تسهيل إجراءات على مستوى التوجيهات السلطات العليا للبلاد. وشكرا.